ثالثا عندنا رجل او عندنا احد الدعاه يقال له عبد الغاني عويساس يلبس البنطال ويشتغل مع النساء ونصب نفسه مفتيا في الجزائر عن طريق الهاتف ويطعن في دمال من طرف خفيف وينصح بكتاب الابانه ويشيد به بشده ويقول في كتاب الله سبحانه وتعالى انه اذا كان يعلم الحكم يعني ياثم وان لم يكن يعلم الحكم ليس عليه شيء فاغتر به بعض ضعفاء النفوس فما هو رايكم في هذا الرجل؟ يلبس البنطال ويشتغل مع النساء. ويقول عن أهل دماش أنهم مشوشون وفتالون. يعني يلبس البنطال ويشتغل مع النساء. يشتغل معهم في مكان المواصلات يعني البريد والمواصلات. عمل اختلاطي. اي نعم عمل اختلاط يا شيخ. الاختلاط لا يجوز لا من كل هذا ينعاس يجب عليه ان يتكلم عن زوجية من الظهر وغيره. ولا يستطيع ان يكون هذا ولا يستطيع ان يكون هذا يعني اهل الكفار بعد كفار او كما هي سعيد عليا. فاذا كان عن شبهات كما كانت عائله سبحان الله ثم عن حقائق اولا ثم يسمع الى الدنيا فرد كل هذا النساء كانوا رسول الله عليه وسلم كانوا حيوانات. يقول عن أهل دماج أنهم فتانون ومشوشون لا يجلس إليهم ولا يلتفت إليهم. هذا القول هو باطل، أما ليس بفتانين تدعون الله عز وجل، هذا كتبنا وهذا يعني أشرطتنا ندعو إلى السنة، ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى خلق حسن، ندعو إلى الحمد لله الصالح. الله يخرج له ويحبه ويحب الرزق له ويدعو له إلى الحمد لله. وما يشر يعلم به إلا ويستطيع، يعني هو الخير يعلم به هو. يقولون في سؤالهم الرابع هل ينكر على من حزب كل من عبد الله البخاري وفركوس والوصابي وهو من طلبة العلم؟ فركوس والوصابي من؟ وعبد الله البخاري المتبخر. أيوه الجاري. نعم. والله يا أخي صنع في الدعوة ذرى لا يشتني الشدة. وفركوس أي من حال التأثيرات من دور تأثيرات حدود وتحسبوا على أخرانهم على السنة وعلى الكبنة في التأثير بغير رأس ولا ضرب كما يقال وبغير حتى يطور حول خلف غير خلفية ولا أدلة سلفية فالذي يحسبهم ضرب التأثير وعلى الصورة
والوصابي محمد بن عبد الوهاب الوصابي. أتكلم عن كل من تكلم ببرهان في هؤلاء وحل دول الذي ذكرته. نعم؟ أقول في كل من تكلم ببرهان ذكره على ما يقول شاعر تعزيز الآن الغير